السلام عليكم الوليد، وينكم؟ صافا؟ فيديو جديد، نهار جديد. مرة فات صورتكم في ستالينغراد، دزنا فيام بلاصة هكا فيها شوية ناس ترقد البرة وكذا. وتوا أخويا أنا ندورو في هذه مونبارناس، باري مونبارناس، شارع يتسمى ما نعرفش، نضيف شوية فهمت، مش كيما ستالينغراد. خويا نشوفوا الشارع كيفاش لهنا الدنيا، وشنو رايكم خويا؟ هذه باري، والله مانيش متاكد وين بالضبط، كانزيام في بالي هكا، باري مونبارناس 14 ولا كانزيام، فهمتني خويا؟ اليوم اثنين، الدنيا رايحه شويه تتسمى فهمت. فما هذه التور، تور دي مونبارناس، طويل على الاخر، تنجم تطلع الفوق وتشوف باريس معناها من فوق. هكا نزيد نقدم بكم شويه ومن بعد نرجع ندخل للقاهر فهمت. هاي ولا تعرفش كيفاه نمشي ندخل للقاهر ديريكت، تان ترن، بسم الله نرجع منا. المرة اللي فات، الفيديو اللي فات صورت قلت باريس عاصمة المشردين. المرة هذه يا اخويا بلاصة ما فيهاش متشردين، اما فما ناس بارتور، فما بارتو ناس وين يتيح لي لبادو فهمت. بسم الله ما شاء الله. المهم كما قلت لكم، هذاك ما نعرفش تطلع بالفلوس ولا ما غير فلوس، انا عمري ما طلعت، اما شوفوا سير انترنت باز تعرف تلقاو المعلومات الكل. تويك على فكرة الدنيا ضاوية شوية، بسم الله الرحمن الرحيم، الوقت 9 متاع الليل، هذه هاكم تشوفوا الدنيا بديت باش تظلم فهمت، ما زالت ما ظلمتش فهمتني خويا. انا كما قلت لكم مونبارناس، هاي ندخلوا شبيبه شبايبه، شوفوا البوبيل هذه هاك تنزل عليها، هوبا برا ندخل. مونبارناس انا نطلع على الفوق باش ناخذ تيوار. المهم الولاد، كل مره هكا نعملوا فيديو صغير نبدا عن باريس فهمت ولا وين وين وين. برا خويا نستو ونتلقى في برشا فيديوهات اخرين. السلام عليكم.